ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الذين ولا يكتبون في الحديث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب؟ الكي جائز ولكنه مكروه لما فيه من التعذيب، أو جائز مع الكراهة، أي إذا احتيج إليه زالت الكراهة، احتيج إلى الكي زالت الكراهة لا بأس. وهؤلاء تركوا المكروه وهو الكي، تركوه توكلا على الله سبحانه وتعالى. نعم.